لم تكن تكهنات المتتبعين بشأن الفرق المرشحة لبلوغ الدور الثاني دقيقة، فلقاءات دور المجموعات حملت مفاجآت لم تكن في الحسبان. أولها تكريس خروج حامل اللقب في النسخة الحالية على غرار ما حدث في كان غينيا الاستوائية 2015، عندما خرج بطل إفريقيا أنذاك منتخب زامبيا من المنافسات خاوي الوفاض. المنتخب الجزائري الذي يعد أحد المرشحين الكبار للمنافسة على اللقب خيب آمال جماهيره العريضة بعدما تم إقصاؤه من الدور الأول، رغم ما يتوفر عليه من لاعبين يمتازون بمهارات عالية ويمارسون في أقوى الأندية الأوروبية، يتقدمهم نجم ليستر سيتي الإنجليزي وأفضل لاعب في إفريقيا رياض محرز. وتبقى المفاجأة الأبرز في النسخة 31 هي سقوط مستضيف الدورة منتخب الجابون، ليكون الحدث الأبرز بحكم عدم خروج البلد المضيف للمسابقة منذ دورة تونس عام 1994. في المقابل شهد كان الجابون بلوغ المنتخب المغربي لدور الربع بعد أن غاب عن هذا الدور لنحو 13 سنة، واضعا حدا لسلسلة من الإخفاقات المتتالية. الطبعة الحالية للمونديال الإفريقي عرفت عودة المنتخب المصري إلى المنافسات بعد غياب دام لثلاث دورات متتالية، عودة ميمونة بوأت الفراعنة رأس قائمة ترتيب المجموعة الرابعة ليضرب موعدا مع أسود الأطلس في إحدى قمم دور الثمانية. كما نجح منتخبا الكاميرون والسنغال في محو نكسة النسخة السابقة ببلوغهما دور الربع، فيما كرست منتخبات تونس والكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى غانا حضورها للمرة الثانية على التوالي في الدور الثاني. دورة الجابون قد تضيف إلى سجلها مفاجآت أخرى في الأدوار القادمة، مؤكدة حقيقة تغير الخريطة الكروية في القارة السمراء.